بن عقيل ينطلق شوط الزمول وحين الكلمة والمقرفون للزميل مطلق العنزي. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم بدوري في هذا الصباح في هذا اليوم الخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في أشواط الحيل والزمول ضمن محلينا الثاني في هذه الانطلاقات وآخر أيام محلينا هذا اليوم الاثنين 27 من سبتمبر عام 2021، حيث أعلنت وفي تمام الساعة 5:30 من صباح هذا اليوم إعلانا بانطلاق الأشواط الخاصة بالكبار مع الحيل والزمول من مسافة 5 كيلومترات. ننطلق على بركة الله بعد أن نهني هجن الشحانية على فوزي وانتزاعي وتحقيق سرايا بقيادة برنس المضمرين جار الله بن عقيل المري أول الأشواط الرئيسية في هذا اليوم. ننطلق مع هذا الشوط اللي لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، هو شوط خاص بالزمول ومجموعة ونخبة كبيرة من الأسماء المشاركة. من شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة والمؤسسات الكبرى أبدوها بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول بإعلان المراكز الخمسة الأولى، بداية مع الزاجل على المركز الأول بشعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على المركز الأول وعلى الصدارة، يليه مباشر على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية على المركز الثاني ومضمر سرايا يقدم هذا الاسم. المركز الثالث هناك مبعد على المركز الثالث في هذا المسار مع شعار هجن الشحانية، وبمتابعة هنا محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب اللي يتابع هذا البطل اللي بالمركز الثالث. انتقل الى المركز الرابع، هنا المهيب على المركز الرابع لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، هذا عند بن حفيظ محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري على المركز الرابع. المركز الخامس اختم ندائي مع الشعار الشطرنجي على المركز الخامس والرقم واحد على ظهر المتحد بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. هذه النتيجة المبدئية، أول إعلان متابعينا مشاهدينا الكرام لمجموعة من الزمول من الفحول بنوك الإنتاج وزمول المستقبل مع هذا المسار مع إشراقة شمس هذا اليوم الجميل. نتمنى التوفيق للجميع لكل شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، لكل المؤسسات، لكل أسماء، لكل العمالقة، لكل من تابع وحضر مع هذه الرياضة العربية الأصيلة. نرحب بالجميع هنا في ميدان الشحانية، نرحب بكل عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير الذين سيحضرون إن شاء الله في هذا الموسم الموفق إن شاء الله، موسم 2021. نتمنى للجميع التوفيق. مرحبا في الجميع. أعود إلى المركز الأول اللي يسيطر حتى هذه اللحظة، يقود الأسماء، الزاجل على المركز الأول، الزاجل في مقدمة الشوط على المركز الأول بشعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، بينما مضمر سرايا يبحث عن شوط رئيسي آخر في هذا اليوم. هذا هو برنس المضمرين، أحد أخطر وأقوى وأعنف المضمرين في هذا العالم الساحر. تابع الشعار هجن الشحانية، حقق إنجازات كبيرة على مستوى أصحاب
السمو الشيوخ والسعادة، حقق السيوف الرموز الكؤوس الذهبية مع هذا الشعار الأدعم. اليوم يقدم ثوب جديد لهذا الشعار، يقدم أسماء عملاقة، قدم سرايا في الشوط الماضي، حقق الناموس، ثلاثية مع هذا المضمر المميز جار الله بن عقيل المري. انتقل إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني على المركز الثاني، ووصل الخطير، وصل الخطير الخطير جدا. هذا هو مجد حاملا للواء والشعار هجن المرقاب على المركز الثالث، ينتقل إلى المركز الثاني. مرحبا بهذا الشعار الكبير وبمالك هذا الشعار، مرحبا بمجد صاحب المجد، صاحب الإنجازات والتاريخ المشرف. يتابعه أحد الشباب، أحد الشباب المميزين، أحد الشباب القطريين المميزين في هذا العالم الساحر، حمد بن علي بن سعيد بن حلفان المري، أحد الشباب المميزين يقدم هذا الاسم. صباح الخير يا أبو علي، صباح الناموس. المركز الرابع هنا ينتقل سلاب بشعار سعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني، وبمتابعة حمد بن سعيد بن حمد بن مسعود. المركز الخامس يصل متعب. مرحبا بمتعب، مرحبا بهذا الشعار الأدعم الحاضر المنطلق على المركز الثالث، يتابعه برنس المضمرين جار الله بن عقيل المري. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، نتيجة أخرى من نتائج ميدان الشحانية هذا اليوم. لكن المركز الأول ابن عقيل اليوم قادم وحاضر، يقدم جديدة في هذا اليوم، يقدم الأسماء العملاقة. يا سلام، راحت سرايا بناموس الحيل الشوط الرئيسي، والآن يقدم مباشر على الهواء مباشرة في هذا اليوم، يطمح بثنائية في هذا الشوط. بالمركز الأول، بالمركز الثاني، بن عقيل مع الشعار الأدعم. الله، برنس المضمرين مع الشعار الأدعم الكبير، الشعار الغالي، الشعار المميز. يا سلام، إذن ثنائية مع هذا الصباح، شوطين رئيسيين قويين في هذا اليوم، يسجلهما برنس المضمرين مع الشعار الأدعم، مع الشعار الأدعم العنابي 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 العنابي، يا عذابي مع العنابي. إذن المركز الأول على الهواء مباشرة، مباشر على المركز الأول في صدارة ومقدمة الشوط، مع المركز الأول مع صدارة ومقدمة الشوط. Good morning جار الله بن عقيل المري على هذا الفوز. Good morning برنس المضمرين. هذا هو يصل بحفظ الله ورعايته بدون أي مضايقة إلى خط النهاية، مسجلا الأشواط الرئيسية الأولى في هذا اليوم مع سرايا ومع مباشر بالشعار الأدعم الكبير. تهانينا والناموس. المركز الثاني متعب لهجن الشحانية. المركز الثالث مجد لهجن المرقاب مع حمد بن حلفان. المركز الرابع سلاب لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني. المركز الخامس هاجس لهجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه نتيجة هذا الشوط. Good morning لبرنس المضمرين على تحقيق الأشواط الرئيسية الأولى. 8:13، 82 جزء من الثانية. هذا هو توقيت مباشر لهجن الشحانية،
والمركز الثاني أيضا متعب بالشعار الأدعم الكبير، 8:15 بدون أي أجزاء من الثانية. تهنئة أولا للشعار الأدعم الكبير، شعار هجن الشحانية الغني عن التعريف. تهنئة للمضمر جار الله بن عقيل المري، برنس المضمرين الذي حقق المركز الأول والثاني مع الشعار الأدعم الكبير. 8:17 44 من الثانية، توقيت صاحب المركز الثالث مجد بالشعار هجن المرقاب وبمتابعة المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. تهانينا والناموس للجميع.